السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس الثالث، تكمل الدرس الأول والثاني. نقوم ب تكلمنا في الدرس الذي مضى تحضير الشغلة، قمنا برسمها. وضعت لكم الرابط تحميل ملف المشروع، عفوا هذا الملف نقوم بفتحه. تكلمنا في الدرس الذي مضى، قمنا بشرح واجهة الإنشاء أو الرسم الشغلة. الآن نتكلم على الواجهة الثانية، وهي FAO Fabrication Assisted Par Ordinateur. تحتوي نافذة التصنيع بالحاسوب على شجرة مراحل التصنيع، ولا شجرة مراحل برمجة التحكم العددي. على جهة اليسار لدينا تحضير المادة الأولية بيس أيوزيني ولا بيس بروت. تستطيع تحضير اتجاه الملزمة أو الليتو على طاولة الشغلة، على طاولة المكنة، إذا كان حسب محور إجراك. إذا كان في المكنة اللي عندكم اتجاه محور إجراك، نقوم باستدارة الملزمة على محور إجراك، يكون إجراك في الأعلى. على ما أظن المكنة عندنا محور إكس. ثاني حاجة قمنا بها في المرة في الدرس اللي فات، تحضير المادة الأولية. حجمها كالتالي: 100 على محور إكس، 100 على محور إجراك، و30 على محور زد. ربما تقول لي تسألوا تقولوا علاه موان 20؟ موان 20، موان 20 هي هذه 20، هذه موان، عفوا 20 هذه. معناتها إذا كانت القطعة هنا عندي 30، السمك تاعها 30، 10 مليمتر أعلى الملزمة و 20 مليمتر داخل الملزمة. سأقوم بتوضيح التصنيع كالتالي. احنا نحن نعلم ان التصنيع التحكم العددي به مراحل. اول شيء راح تقوم به في البرنامج FAO كام كونسيبت هو تحضير ادوات التصنيع، اوتي دي كوب، ادوات القطع. في الشغله هذه التي لدينا في المشروع اللي عندنا في تيبي نيميرو 1، لدينا 4 ثقوب بقطر 10 مليمتر، وعندنا تحويض بقطر 10 مليمتر. راح استعمل اوتي دو كوب فريزتين، فوري 10 اس اس، فوري من نوع اسيرابيل، قطره 10 مليمتر مثقاب، يقوم بثقب الثقوب هذه 4. ثم يقوم البرنامج بتغيير الأداة، يستبدلها بأداة أخرى اللي هي فريز كاربور كادون. هنايا أوتي دو كوب بأربعة قواضع ولا أربعة أسنان، بها حدين قاطع نتاعتو على جنب، تقوم بتحويط القطر 50 مليمتر مع عمق تمريرة اللي هو 10 مليمتر. انطلاق البرنامج من المرجع القطعة اللي هو أوريجين دو بياس، معناتها انطلاق برنامج التصنيع تاع التحكم العددي من النقطة هذه اللي هي 0 0 اللي هو أوريجين دو بياس. يقوم البرنامج بثقب الثقوب أولا، ثقب أول، ثقب الثاني، وتصعد الأداة، ثم الثقب الثالث، ثم ثقب قطر الأخير اللي هو الثقب الرابع. من بعد يقوم البرنامج بتغيير أداة، تغيير الأداة تاع الثقب، يغيرها بأداة فريزة. نبدأ على بركة الله. أول شيء راح تقومون به هو الذهاب إلى نافذة تحضير أدوات القطع. نضغط على ليزوتي، تلاحظ باللي النافذة كالتالي. لدينا محاور تصنيع، محاور اتقال
الشغلة وانتقال برنامج اكس يغريك زد. عندنا اف هي سرعة التغذية للماكينة. عندنا اس هي لو نومبر دو تور لا فيتيس دو روتاسيون دو لا بروش. عندنا لو تي اي لو دي. لو تي هو لو نومبر دو تي و دي لا كوريكسيون دي بوي دو تي. نقوم بإضافة أدوات قطع. راح نقوم بإضافة أداة ثقب، نضغط على F1 من لوحة المفاتيح أو بالضغط مباشرة بالفأرة انسيري أوتي. راح تظهر مكان للكتابة. نقوم بتحضير أداة أخرى كذلك F1، معناتها أداة أولى أداة ثانية. ثم الذهاب إلى باز دو دوني، مكتبة الأدوات F4، نضغط على F4 من لوحة المفاتيح أو بالضغط بالفأرة مباشرة. تلاحظ باللي مكتبة الأدوات بها عدة أدوات قطع. راح نختار 4A ديامتر 10 ملم. تقول لي ربما تستاهلوا تقولوا بزاف 10 ملم. نقدروا نديروا في الثقب 10 ملم، نقدروا نديروا ثقب بقطر 4 ملم افون ترو. نقدروا نديروا افون ترو، معناتها الثقب قبل الثقب النهائي للحفاظ على المكنة وتصنيع. راح نديرو ثقب بمثقاب قطره 4 ملم، ثم يستبدله بمثقاب آخر 10 ملم. لاحظوا باللي من 4 ملم 10 ملم كان حوالي النصف للقطر. راح نختار 4 ملم، ثم الضغط على F8. اختار مثقاب 10 ملم. ثم F8. ثم أداة نهائية اللي هي فريزة. هي عبارة عن فريزة، نحاول نبحث عليها. وتيار سنتري طاروداج، هادو أدوات للولبة الداخلية كبارو. فريزة فريز ترو بلونجي 3 ملم، هذه فريزة قطرها 3 ملم، احنا نحوسو على 10 ملم. فريز بلونجي معناتها ذات حدين قاطعين. اختار فريزة 10 ثم افويت. بعد تحضيرنا لأدوات القطع، كل أداة نحضر لها الأوصاف التكنولوجية من سرعة وتغذية. في المرحلة هذه على الحاسوب رانا نحضر فقط في البرنامج التحكم العددي، مازلنا كاع ما رحناش لمكنة التحكم العددي. نختار 4A الكوادر 4 ملم، نذهب إلى تكنولوجي. عندنا السرعة نتاعو 320 ملم الدقيقة، هذا افتراضي. نذهب إلى جيومتري، هنا سرعة التغذية في الاستقراب ايبوش، وهنا سرعة التغذية في الافينيسيون. تقدروا نديروها. بعد اختيارنا لأدوات القطع، نذهب إلى الخلف. بعد تحضيرنا للأدوات الآن، نقوم الآن بالذهاب إلى التصنيع. راح نقوم الآن بتحضير أول سطر برنامج كالتالي. نضغط على السيكل دورات التصنيع. لدينا عدة دورات تصنيع، عندنا بيرساج أو بيرسي دورة الثقب، عندنا دورة التجويف عليزي، وعندنا دورة الطاروداج للسيكل طاروداج دورة اللولبة الداخلية. عندنا كذلك الفيلتاج اللولبة الخارجية. عندنا السيرفاساج اللي هو المسح السطحي. عندنا كذلك الفريزاج دو توريون التفريز الجانبي.
عندنا عدة دورات موجودة في البرنامج لتسهيل البرمجة فقط. لا نقوم بتحضير سطر عن سطر، مباشرة نستعمل الدورات. أول شيء راح تقوموا به هو أداة فقط. راح جينا لهنا، راح جينا للمركز هذا، تلاحظ باللي هنا، شوفوا هنا، شوفوا هنا مليح، لما نجيب الصوري هنايا تلاحظ باللي أعطاني مرجع 0 0، كان نجي هنايا 15 على 15، كان نجي هنايا 85 على 15، تلاحظ باللي المرجع تاع الأوريجين بياس راه هنا، هذا في الأعلى وهذا في الجانب، مسقط الجانبي ومسقط في الأعلى. نذهب إلى بوزيسيونمون. بوزيسيونمون هو التموضع، تموضع أداة القطع. نضغط على بوزيسيونمون، هنا راح تجينا أداة الثقب رقم 1 في المكان هذا، إكس 0 إيكغيك 0، ونخلوها عالية شوية على القطعة ببعد 10 ملم. لمن التنقل هذا، هذا اللي درنا التنقل هذا، لمن للأداة رقم 1 اللي هي هذه. نعم ريبروندر دو سيكل، نعم موافق. لاحظ باللي اعطاني أداة القطع رقم 1، وسرعة دوران لابروش، سرعة دوران أداة القطع ديروها فقط 200 تور بار مينيت بطبيعة الحال. تلاحظ باللي البوزيسيون دو تي هاي جات هنا، كان نجو نديرو هنا، كان نديرو هنايا ديماراج دو سيميلاسيون، تشغيل المحاكاة، نضغط على ديماري، تلاحظ باللي أداة، تلاحظ هاي هنايا وراها، تلاحظ باللي أداة القطع جات هنا في التمر هنا مرتفعة على سطح القطع ب10 ملم. نقدر نصغروها شوية، نقصو فيها نديرو 5 ملم تكفينا، نسموها مسافة الأمان. الآن راح نقوم بثقب القطر الأول، ثم ثقب القطر الثاني والثالث والرابع. أول شيء راح نقوم به نذهب إلى أداة أونتخي أن كونتور، معناتها هنايا أداة مساعدة لتحديد العناصر المشابهة. هنا أنا عندي 4 ثقوب، كلها راح نثقبها بنفس البعد. نختار أونتخي موديل دو بيرساج، معناتها هنايا راح نعطيله وش عندي ثقوب، وش عندي مثلا، وش عندي ثقوب مرسومة. نضغط على أونتخي موديل دو بيرساج، نحدد، يعني قالك هنا سيليكسيوني دي زيليمون، نحدد الثقب الأول، ثم نضغط على كونترول، الثقب الثاني، الثقب الثالث، والثقب الرابع، ثم موافق. يعني أعطيت له الموديل دو بيرساج، يعني أعطيت له عد الثقوب اللي راني راح نثقبها. ثم نذهب إلى لو سيكل دورات، راح نقول له قم بثقب هذه الثقوب بأداة بيرساج. تلاحظ باللي عندنا أنواع ثقوب، عندنا عدة ثقوب وضعيات للثقب. هنايا في التموضع هذا، معناتها الأداة تصنيع تنزل تنزل تنزل، ثم تصعد ببعد، تنزل تنزل، تصعد ببعد، تنزل تنزل، حتى تكمل الثقب الكلي. أما الوضعية هذه أو الوظيفة هذه راح تقوم بالثقب كامل بدون قطع الجذذة. احنا لدينا في التصميم، احنا لدينا في التصميم ثقوب نافذة في الرسم، ثقوب نافذة معناتها الأداة لما تقوم بالثقب، لما تقوم الأداة بالثقب حتى الأداة تخرج من القطعة. راح نختار الوظيفة هذه، نختار لو موديل دو بيرساج، نلو زد اس، زد اس هو مسافة الأمان، راح نديروها 1 مليمتر فقط تكفينا. لو زد هنا هو سطح القطعة، خلوه 0. لو بي هو البروفوندور كامل، انا البروفوندور عندي هو 30 لان سمك القطعة 30. هنا لو اي هو المسافة
لقطع الجذاذة أو الخطوات راح نديرو هنايا 2 مليمتر. نذهب إلى الخصائص التكنولوجية اللي هي سرعة القطع وسرعة دوران القطع، أداة القطع. هنا رقم واحد هي أداة القطع، رقم واحد. تلاحظ هنا أوتوماتيكيا راح يعطيك 320 و 3200 دورة في الدقيقة. نحاولوا هنا بدون تبريد، هنا أروزاج دو مارشي، هنا نديروها بدون تبريد لأن المكنة غير مجهزة بالتبريد. راح نحاولوا ونشوفوا السيميلاسيون كيف تظهر. تلاحظ هنا باللي موضع لو شونجمون دوتي، معناتها أداة القطع جاتنا من مخزن الأدوات، ثم جينا هنا في الموضع الأول لو بوزيسيونمون، ثم الخطوة الثانية اللي هو بيرساج راح يقوم بالثقب. نحاول ندير لو سيميلاسيون، نشوف أول شيء لو بوزيسيونمون، ثاني شيء لو بيرساج. تلاحظ باللي أو يثقب الأداة، هي تثقب. شوف مليح، شوف مليح، كمل أو راح للقطعة الثقب الثاني أو يكمل، بعد يروح للقطعة الثانية، عفوا الثقب الثالث، ثم يروح للثقب الرابع. احنا قمنا بسمك سمك القطعة، عندنا 30 لا بروفوندور دو البروفوندور دو بيرساج، درنا 30 30 من رأس المثقاب. احنا راح نزيدو واحد 3 مليمتر دي، عفوا ثلاثة، نديرو ثلاثة ثلاثة وثلاثون، 3 مليمتر زيادة لخروج مثقاب نهائي. طبعا مع مراعاة أسفل القطعة لعدم استخدام أداة القطع بطاولة المكنة. هذا راح نشوف لو سيميلاسيون أو خروج المثقاب بثلاثة مليمتر. جيد، نحاولوا نشوفوا السيميلاسيون اون 3 دي، محاكاة بثلاثية البعد. تلاحظ هنايا، هاني نعاود نشوف، استنى بون، كاين بعض التغييرات راح نقوم بها هنايا. التغييرات هنا نقوم بها هي اعدادات لو ريغلاج، نافذة التحكم العددي، عفوا نافذة محاكاة ثلاثية البعد. راح ننقص في سرعة الفيديو تبع، تشوف لو ان سي ستار هنايا، ديماراج ولا اقلاع البرنامج. راح نشوف جانا في الموضوع الاول، الثقب الاول، تلاحظ اللي راه يثقب. تلاحظ محور زاد، الاداة تنقل، ناقص 15 ناقص 20 ناقص 22، كل مرة يزيد 2 مليمتر. هاك 2 مليمتر احنا زدناها له اللي هي لو ديبلاسمون دوتي. او نكمل، او راح الاداة قطع ذهبت الى الثقب الثاني. لاحظ هنايا في نهاية المرحلة ناقص 33، لاحظ مليح، ناقص 33، ثم مر الى الثقب الثالث، خلوه في الاسفل. تلاحظ لي خروج اداة القطع في الثقب الثالث والرابع كذلك. جيد، احنا نحتاج الثقوب هذه تكون نافذة، نحتاج الثقوب. تلاحظ هنا سرعة دوران القطعة، وهنا 320 هو تنقل أداة القطع. نضبط تنقل أداة القطع، صغروها ب120. الآن قمنا بصناعة أو صناعة الثقوب. الآن بعد تكملة الثقوب، الخطوة أو المرحلة الثانية، لما تصعد أداة القطع في الثقب الرابع، راح يأتي إلى لو بوزيسيونمون. راح نزيد نعاودو بوزيسيونمون، راح نزيد نعاودو المرحلة الأولى بوزيسيونمون. ندير لها كوبي كولي هاي هنايا، معناتها بعد الثقب
بعد تكملة الثقوب الأربعة لاحظ مليح، لازم مراعاة كل مرحلة بدقة. بعد ثقب الثقب الرابع والأخير راح تصعد أداة القطع ثم الذهاب إلى لو بوزيسيون، ثم نقوم بتغيير أداة القطع من أداة نقاب إلى أداة أخرى، وهي نحتاج هنايا لو فريزاج دو بروش، راح ندير دورة تصنيع الثقب هذا. أول شيء راح نقوم به هو الضغط على لو سيكل دو فريزاج دو بروش. عندنا عدة وظائف، المطلوب هو لدينا تحويض داخلي عن بوش سيركولير انتيريور. لدينا في الرسم التالي هو هذا التحويض، هذا راح نقوم بتصنيعه. لو اكس سي و ايكغيك سي هو مركز الدائرة، مركز الثقب. واش قال لي هنايا؟ قال انسيري لو بوان، ومباشرة نحدد لو اكس سي ثم اضغط على انسيري لو بوان ونقول له هذا هو البوان وهذا هو المركز. تلاحظ بلي المركز هو 50 او 50، او تقوم بكتابته مباشرة من لوحة المفاتيح 50 ثم 50. هذا للتوضيح. لو ريون لو نصف قطر تاعو، حنا نعلم الثقب انه قطره 50، اذا نصف قطر هو 25. لو زد اس هي مسافة الامان، خلوها 1 ملم. البروفوندور هنايا عمق الثقب هو 10 ملم كما هو موضح في الرسم، 10 ملم هنكتب هنا 10 ملم. وعدد التمريرات اي، عدد التمريرات اي تاع الثقب خلوها 2 ملم، معناتها راح اداه القطع راح تنتقي ب 2 ملم ثم تنزع الماده ثم تكمل المرحله، زيد تنزل ب 2 ملم وتكمل المرحلة حتى نهاية الخطوات. نذهب إلى التكنولوجي، نختار أداة القطع من تي، ثم تابلو ديزوتي نختار الفريزاج. نختار سرعة دوران 2200 طبعا بعد حساب سرعة الدوران والتغذية والمادة من قانون فيتاس دو كوب، ويكون عندكم جدول فيه الأباك وفيه كذلك جدول لسرعة الدوران. نعلم أن الفيتاس دو كوب نختاروها من مادة، إذا كانت مادة ألمنيوم أو خشب أو حديد أو برونز، وكذلك أداة القطع كاربير تختار فيتاس دو كوب، ثم تطبق قانون وتضع سرعة دوران هنا ثم سرعة تغذية. هنا نصغر في سرعة تغذية 220. هنا خطوات بين مرحلة ومرحلة راح نخليها بنصف قطر الأداة. هنا عندنا نصف قطر أداة هو 5 5، هنا نديروها 4 ملم بدون فينيسيون. وهنا سرعة التغذية في تنقل على محور زاد نديروها 5 ملم في الدقيقة. تلاحظ بلي تصنيع قد بدا، شوف هنا المرحلة الأولى، المرحلة الثانية، هنا راه الأداة تنتقل ب 2 ملم حتى كما تكملة المراحل كلها. نقدر نزيد في نزيد نعدل ندير 3 ملم غادي نعاود أداة تنتقل ب 3 ملم حتى المرحلة الأخرى يقسمها هو أوتوماتيكيا، يقوم بحسابها وترك المسحة الأخيرة، ثم إعادة لو بوزيسيونمون بعد تكملة التصنيع هذا. نروح لو بوزيسيونمون، لاحظ بلي لو بوزيسيونمون هنايا يحمل أداة الثالثة. نحن
نحاول نمر إلى محاكاة ثلاثية البعد. نسرع شوية في نقام بالثقب، ثقب ثم يجي هنا بوزيشنمون ثم تغيير أداة ووضع التحويض. هذا فيما يخص التصنيع. هنا في الثقب استعملت مثقاب 4 مليمتر، نزلت ما استعملتش مثقاب 10 مليمتر لإنهاء الثقوب. نسيت مرحلة، ممكن نسيت مرحلة، ولكن تستطيع استدراكها كالتالي. احنا قمنا بالتموضع لأداة الثقب بقطر 4 مليمتر، ثم ثقب 4 ثقوب ب4 مليمتر، ثم تموضع المثقاب لتغيير أداة القطع من أداة ثقب إلى أداة فريزة. استطيع التنقل من المراحل بطريقة سلسة وسهلة جدا، تابعوني تشوف. لاستدراك الأمر نذهب إلى ثقب بيرساج، موديل دو بيرساج، نختار نفس الموديل ونفس العمق وكذلك نفس الخطوات، ولكن هنا أغير في أداة القطع لقطر 10 مليمتر، ثم وي، نزيد في السرعة ونقص هنا كذلك في السرعة كي يكون السطح ناعم نوعا ما، ثم ميموريزي. تلاحظ باللي لو بيرساج هنا قمنا به بمثقاب قطر 10 مليمتر. أستطيع المرحلة هذه اللي قمت بها، نستطيع ارجعها في الاعلى هنايا بالاداه هذه اللي هي لو ديبلاسي لو سيكل فيغ لو هو ولا ديبلاسي لو سيكل فيغ لو با. هنا نطلعوا نصعدوا شويه يجي بعد البيرساج هذا، معناتها هنايا راح يدير البرنامج ولا الاله راح تصنع الثقب بقطر 4 متر، ثم يجي للتموضع هنايا باه يدير لو شونجمون دوتي. لو شونجمون دوتي طبعا في مخزن الادوات البرنامج يقوم به، ثم يجيب جي أداة أخرى اللي هي الثقب بقطر 10 مليمتر. بعد إنهاء الثقوب الأربعة بقطر 10 مليمتر أذهب إلى بوزيشن أخرى هنايا، نكررها برك، جي هنايا البوزيشن هنايا نغيره إلى أداة الثانية، أداة الثانية نولي العدة لهنايا، ها جيد. لو بوزيسيونمون هذا أوجب الأداة، ثم لو بيرساج لاحظ باللي عند تكملة المرحلة الأخيرة من الثقب ستأتي هنا البوزيشن مو واستبدالها بفريزة. وبعد تكملة البرنامج لاحظ تشوف يعني نعاودوا للسيكل من الأول تبع تشوف، نضغط على انسي ستار، لاحظ باللي البرنامج جيد نوعا ما. الآلة تقوم بتصنيع 4 ثقوب كالتالي، موان 33 عمق الثقب، ناقص 33، في المرحلة الأخيرة
من ثقب القطر الرابع، ستقوم المكنة أو البرنامج بتغيير الأداة من قطر 4 مليمتر إلى قطر 10 مليمتر. لاحظ، شوف هنايا في محاور إكس إيكغراك، بون أداة هذه تقوم بالسيكونس بار سيكونس، هنا مرحلة بمرحلة، باه تلاحظوا بالدقة ماذا يحدث. انتهى الثقب. راح نشوف هنايا المكنة ولا الأداة القطع ذهبت إلى مخزن الأدوات القطع، واستبدلها بأداة أخرى اللي هي قطر مثقاب قطر 10 مليمتر. راح نقوم بالتشغيل. عاوجة هنا في البوزيشن 0 0، ثم التصنيع. تستطيع هنا في تنقل، هنا راني دايرو يتنقل ب 2 مليمتر فقط، تستطيع زيادة التنقل أكثر من 2 مليمتر. نقوم بالتعديل كالتالي، ديرو يتنقل ب 6 مليمتر ثم يصعد. جيد، انتهى. انتهى التصنيع. نظن ان شاء الله البرنامج راه صحيح كما في الرسم. قمنا بثقب اربع ثقوب بقطر 10 مليمتر، ثم تصنيع التحويض باداه فريزه ذات حدين قاطعين باربعه اسنان بعمق 10 مليمتر وقطر 50. نظن البرنامج تم انتاجه. الآن بعد تكملة البرنامج والتحقق من أن البرنامج ليس فيه خطأ ولا حادث، فقط للتوضيح، لا يعني تعمق في الشرح للزملاء، الأساتذة، لأن فقط هنا يجب مراعاة سرعات القطع، وهذا للرجوع دائما إلى دروس نظرية ولاباك وجداول اختيار سرعة القطع، مع مراعاة أداة القطع من أداة أسيرافيد أو كاربور ميتاليك. بحول الله راح نقوم الآن إلى استخراج برنامج ووضعه في مكنة التصنيع. نقوم بحفظ المشروع، نسميه تي بي نيميرو 2 يوزيناج، فقط للتواصل مع الزملاء. نظن كلها امور واضحة وسلسة وسهلة جدا. المزيد من التطبيقات بحول الله مع قناتكم ايديوك بيدرو كادو. راح نقوم باستخراج البرنامج الى المكنة عن طريق الخطوة التالية. نضغط على قائمة فيشيي ثم اكسبورتي سي ان، معناتها هنايا استخراج البرنامج الى المكنة. تظهر لكم نافذة فيها خاصتين، للبرنامج. كاين برنامج ايزي سيكل. برنامج ايزي سيكل هو برنامج كذلك محاكاة لمشاهدة البرنامج كيف يعمل ولكن لا يعمل في الجهاز نتاعي انا هنايا. نختار عدات عاديه بار ديفو دين ايزو. تلاحظ هنايا المسار
وضع البرنامج في القرص المحلي سي وي ان سي اكسبورت ان نيمد. تستطيع تسمية الملف، تستطيع تسمية الملف بالضغط على فيشيه وتسميه مثلا يوزيناج او تي بي نيميرو 2. تي بي نيميرو 2 ثم تضغط على بريد ثم اكسبورت. ثم اكسبورتاسيون سي ان. لو بروغرام سي ان خرجت ملاحظة علبة حوار. لو بروغرام سي ان اكسبورتي. نلاحظ البرنامج اين هو. نذهب الى القرص المحلي سي ثم المجلد وي ان سي 32 ثم اكسبورت. تلاحظ باللي البرنامج ها وراه. هذا فقط البرنامج اللي تقوم ب بنسخه في القرص USB. يعني نعود فيشي اكسبورتي سي ان. هنا قمنا بانشاء من قبل. ان شاء الله كان درس مفيد، والمزيد من الدروس بحول الله في التصنيع، في التصنيع وفي برنامج كام كونسبت للتعمق اكثر في بعض الميزات التي لديه مع تطبيقات اخرى جديده ان شاء الله بحول الله مع قناتكم.